مفاجأة سامسونج في 2021، صورة محيرة لهواوي بي 50 وبطولة حلبة تقنية 2020 انطلقت. أهلا بك في نشراتك. انتظرونا في نهاية الحلقة للسحب على الفائزين الثلاثة ببطاقات الشراء من المتاجر والمقدمة من هواوي. ونبدأ النشرة مع صور نشرتها سامسونج على موقعها الخاص بالشاشات. الصور تشرح نوايا الشركة للمرحلة القادمة. يبدو أن عام 2020 بالنسبة لشركة سامسونج سيكون موسم الهواتف القابلة للطي. الشركة نشرت صورة كرتونية لهاتف قابل للطي يتم طيه مرة واحدة مثل هاتف جالاكسي فولد، أو يتم طيه 3 مرات. في البداية اعتقدنا أنها صورة لجهازين مختلفين، وهذا تفسير وارد، وأن سامسونج ستعمل على إطلاق هاتفها فولد في 2021 بشاشتين مختلفتين. ويبدو أن الغرض من التصميم هو منح المستخدمين طرقا متعددة لاستخدام الجهاز، يمكن استخدامه كهاتف ذكي بالإضافة إلى جهاز تابلت. وقدمت شركة تصنيع الهواتف الكورية الجنوبية بالفعل براءة اختراع تعرض شاشة تصميم ثلاثي الطيات، والآن الشركة تلمح بشكل رسمي إلى التصميم، وهو مؤشر على أن سامسونج جادة جدا في هذا الأمر. ثم نشرت الشركة صورة ثالثة لجهاز بشاشة قابلة لللف أو الدحرجة، ويظهر في الصورة قلمان في إشارة إلى دعمه ميزة القلم S Pen. ولسنا متأكدين إن كانت الصور الثلاث لنفس الجهاز أم لجهازين مختلفين أو ربما 3 أجهزة. الملاحظ أن الأجهزة في الصور جاءت بدون كاميرا أمامية، وهذا مؤشر أيضا إلى نية الشركة إخفاء الكاميرا أسفل الشاشة، وهي تسريبات ظهرت منذ فترة عن عمل سامسونج على هذه الميزة مع جالاكسي فولد 3 القادم. وذكرت نفس التسريبات أنه قد يأتي لوحة مفاتيح لمسية قابلة للسحب من الجهاز، وهو أيضا ما يظهر في نفس الصورة، ولكن لا يتضح إن كانت ميكانيكية أو لمسية. البعض فهم من الصور التشويقية أنها مؤشرات إضافية للأنباء التي تحدثت عن نية سامسونج التخلي عن سلسلة جالاكسي نوت ودمجها مع جالاكسي S في هاتف واحد مع إضافة القلم، كي تتيح المجال للهواتف القابلة للطي للتحرك بالسوق بيعا وشراء. باعت هواوي علامتها التجارية أونر. مؤسس الشركة كتب رسالة عاطفية إلى الموظفين، هذا في الوقت الذي تسربت صورة غريبة لهاتف بي 50. بعد أسبوع من الحديث عن إمكانية استخدام شركة هواوي لمعالج من شركة كوالكوم في هاتفها القادم بي 50، هذه المرة جاءت أنباء جديدة لتنفي ذلك وتؤكد أنه سيأتي مع معالج هواوي كرين 9000. لكن الخبر الأقوى كان بتسريب صورة يقال إنها للهاتف، ويبدو أن تغييرات واضحة قادمة على شكل الهاتف. التغيير الأوضح كان في الكاميرا التي جاءت دائرية لكنها ملتصقة بالحافة، وتم اقتطاع جزء من الدوران. وفقا لعرض هذا التعريض، فإن أكبر ميزة خاصة لهاتف هواوي بي 50 برو في التصميم هي جزء يحتوي هذا الهاتف فيه على 4 كاميرات خلفية. التصميم الأمامي للهاتف مشابه لتصميم هاتف هواوي بي 40 برو مع شاشة منحنية وزوايا منحنية بشكل واضح. البعض شكك في مدى مصداقية الصورة التي نشرتها شبكة صينية، لأن هذا الشكل لا سيما الكاميرا الخلفية أفقد سلسلة هواوي بي هويتها الخاصة وجعلها مشابهة لسلسلة ميت من نفس الشركة. الهاتف من المتوقع أن يأتي من عائلة مكونة من 3 نسخ، الأولى بي 50 العادي، النسخة الثانية بي 50 برو، والنسخة الثالثة والأكبر هي بي 50 برو بلس. ولكي يأتي الهاتف بمعالج كيرن 9000 فهذا يحتاج إلى حل مشكلة هواوي مع الحكومة الأمريكية التي عليها السماح للشركات الأمريكية بتزوير هواوي بتقنيات المعالج. لكن لا يبدو حتى هذه اللحظة أن هناك بوادر لحل الأزمة، فحتى جوجل نفسها بدأت التنزيل اليدوي لتطبيقاتها على أجهزة هواوي بعد آخر تحديث لبرامجها. وهذه الطريقة كان يستخدمها مستخدمو هواتف هواوي لتحميل تطبيقات جوجل من خارج المتجر عبر طرف ثالث، وهذه خطوة مستغربة من جوجل التي سبق وأن حاولت الضغط على الحكومة الأمريكية لفك الحظر عن هواوي. لكن ربما الشركة الأمريكية تخشى من استغلال البعض لتطبيقها وزرع ملفات غير مرغوب بها. هذا وأعلنت هواوي بيع أونر العلامة التجارية التابعة لها، وكتب مؤسس شركة هواوي خطابا وداعيا عاطفيا لموظفي الشركة. وفقا لرويترز ألقى مؤسس هواوي اللوم في بيع أونر على موجة العقوبات الأمريكية، متهما السياسيين الأمريكيين بالعمل على قتل هواوي. تنطلق على قناة رقمي وصفحاتها بطولة حلبة تقنية للعام 2020، 16 هاتفا يتنافسون على اللقب، والقرار
لجمهور رقمي. يوم الخميس الأول من ديسمبر الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة تنطلق بطولة حلبة تقنية للهواتف الرائدة لعام 2020، العام الذي شهد تنافسية حامية الوطيس برغم أزمات الوباء العالمي وما تركته من أثار سلبية على الشركات. ورغم أن ملاعب الرياضة تخلو من الجمهور بسبب الوباء، إلا أن جمهور رقمي حاضر كالعادة من خلف الشاشة للتصويت على الهاتف الأفضل. البطولة حتى هذه اللحظة تفوز بها شركة سامسونج كل عام عبر نجاحها بالحفاظ على اللقب رغم المنافسة الشرسة من هواوي وأبل، فمن يكون حليف النصر هذا العام؟ 16 هاتفا يمثلون مختلف الشركات، يتأهل منهم 8 للدور الثاني عبر تصويت رقمي على الفائز من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تنطلق افتتاحية البطولة بمواجهة بين آيفون 12 برو ماكس وأونر 30 برو، أما هواوي تفتتح البطولة مع مواجهة بين ميت 40 برو وريلمي اكس 50 برو 5G، بينما افتتاحية سامسونج قوية مع هاتفها جالاكسي نوت 20 ألترا ضد سوني إكسبيريا 1 الجيل الثاني. أما شاومي فأمامها بالدور الأول مهمة صعبة في المواجهة بين LG V60 ThinQ ضد شاومي Mi 10T Pro. وسوف تستمر التصفيات حتى وصول هاتفين للمواجهة النهائية. تستطيع المشاهدة والتصويت الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة على صفحتنا على فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام. وللتعرف على بقية مواعيد المواجهات تابعونا على صفحاتنا. الهاتف الشفاف، لم يجرؤ أحد على الطرح أو العمل على هذه الفكرة في الهواتف الذكية لأن التحديات كبيرة جداً. الآن قد نرى هذا الهاتف بعد أن دخلت سامسونج على الخط. لم نره إلا في أفلام الخيال العلمي ومقاطع الفيديو التخيلية للمستقبل، الكلام عن شاشات شفافة كلياً. لكن يبدو أن شركة سامسونج عادت من جديد لتطوير هاتف ذكي بشاشة شفافة بالكامل تقريبا، وذلك بناء على براءة اختراع جديدة. وحدات البيكسل الموجودة على شاشة الهاتف سوف تسمح للضوء بالمرور من خلالها، وهو ما يجعل الشاشة شفافة. الشاشة مسطحة مع إمكانية أن تكون مرنة قابلة للانحناء أو الطي أو اللف وفقا لوصف براءة الاختراع. إنتاج هاتف شفاف بالكامل من الأمام والخلف تحد تقني واستهلاكي، فهناك عشرات الأسئلة يجب أن تطرح. أولها، أين ستذهب أسلاك وأقطاب الجهاز ومكوناته الداخلية مثل المعالج والبطارية؟ فهل سيتم تصميم إطار عريض بالأسفل لاستيعاب كل هذه المكونات؟ لكن في صورة براءة الاختراع لا نرى أن سامسونج وضعت إطارا عريضا. تحد آخر محتمل، ماذا عن تجربة النظر إلى الشاشة؟ وهناك أشياء واقعية تتحرك خلف الهاتف لا سيما عند تشغيل مقاطع فيديو. والأهم من كل ذلك، ما هي القيمة المضافة للهاتف الذكي الشفاف؟ هنا وقفنا كثيرا للتفكير، فوجدنا أنه يمكن العمل بالشاشة من الجهتين مع إضافة خيارات تشغيل وأوامر جديدة. من الممكن أيضا تحقيق مزايا معينة في مجال الواقع المعزز، لكن كل هذه الفوائد تبدو قليلة مقارنة بتكاليف تطوير هذه التقنية. هناك احتمال أن نرى نفس التقنية مطبقة على الأجهزة الأخرى مثل أجهزة التلفاز وشاشات اللابتوب والكمبيوتر. هذا الخبر جاء متزامنا مع تسريب صور ثلاثية الأبعاد لهاتف من سامسونج بتصميم يحاكي إصدار شاومي مي ميكس ألفا، ويضم الجزء العلوي من الهاتف شاشة منحنية وتلتف الشاشة على الظهر، كما يأتي الهاتف دون كاميرا أمامية حيث تستوعب الشاشة الخلفية عدسات ويمكن استخدامها ككاميرا. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن اهتمامهم بفترة التخفيضات أو ما يعرف ببلاك فرايداي وتجربتهم في الشراء. قال أغلبية متابعي رقمي تي في أن اهتمامهم في بلاك فرايداي لا توصف بالكبيرة، كون هذه التخفيضات تحدث في بلدان غير بلدانهم بالشكل الفعلي، وإذا حدثت بعض التخفيضات في المتاجر من حولهم فهي غير مقنعة على الإطلاق، حيث يعد أحدهم أن الأسعار تكون مرتفعة بالفعل وعند تخفيضها يصبح السعر الطبيعي للمستهلك، لذلك يعده غير مشجع للاهتمام ومتابعة العروض. أما عن تجربتهم بالشراء من أمريكا أو بلد أوروبي من خلال أمازون فالقليل من جرب ذلك، منهم من تصله المنتجات ولا تكلفه الكثير، لكن بلدان أخرى من يعاني عند انتظارها ويدفع تكاليف متفرقة تجعله وكأنه اشترى المنتج من أحد المتاجر في بلده بالسعر المرتفع. ختاما وفي كل الأحوال، لدينا
30 فيديو يستعرض تجربة الشراء والتوصيل من خلال خدمة ستاكري الممتازة بجانب بعض النصائح من خليفة، يمكنكم مشاهدته من خلال الرابط في الوصف أسفل الفيديو. السلام عليكم طيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيو مع رقمي تي في، وتشوفون ان عندي علبة كبيرة مني من شركة ستاكري. بالتعاون معاهم سوينا فيديو خاص بنعلمكم شلون تقدرون توفرون فلوس في بلاك فرايدي، او في الشرق الاوسط نسميه وايت فرايدي. الفائزون الخمسة بمسابقة اجمل صور لهذا الاسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين في منشور خاص على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. شركة فوكسكون تنقل إنتاج بعض أجهزتها من الصين إلى فيتنام بناء على طلب شركة أبل، وذلك لتقليل تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية. مختبر ياباني متخصص في تفكيك الأجهزة يقول أن تكلفة إنتاج هاتف آيفون 12 لا تتعدى 373 دولار، ونسخة برو نحو 406 دولار، مع العلم أن آيفون 12 يباع بسعر يبدأ من 830 دولار، في حين يبدأ طراز برو من 1000 دولار. العلامة التجارية بوكو تكشف رسمياً عن هاتفها الذكي الأحدث بوكو أم 3 مع بطارية بقدرة 6000 ميلي أمبير وشاشة قياس 6.53 إنش وبسعر يبدأ من 150 دولار. انتظروا تقريراً من رقمي عن الهاتف. العملة الرقمية بيتكوين تعاود الارتفاع العالي الفترة الأخيرة وتصل إلى 19000 دولار للمرة الأولى منذ 3 سنوات. تقرير يقول أن هواوي تخطط لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية بتقنية العدسات السائلة. ZTE تكشف عن ساعة ZTE Watch Live الذكية بعمر شحن 21 يوم وسعر 35 دولار. الآن لحظة السحب على الفائزين. ألف مبروك للفائزين، وانتظرونا في مسابقات قادمة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.